طبعا في اكتر من دولة عربية مشاركة في معرض ديارنا السنة دي في الدورة 66، ومن ضمنها طبعا دولة فلسطين. خلينا نروح لجناح دولة فلسطين ونتعرف على المنتجات الموجودة وتفاصيلها، ولكن مع أصحاب المكان يعني أهلينا وإخواتنا الفلسطينيين وجناح دولة فلسطينيين، نتعرف على المنتجات كلها بالتفصيل. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بكم. نتعرف بحضرتك. محمد الوفائي، مدير اداره سابق في مستشفى فلسطين واحد العارضين في جناح فلسطين. تمام، نتعرف عن حضرتك على المنتجات يعني المعروضه النهارده، هي كلها طبعا يدويه، كلها هاند ميد اللي احنا شايفينه النهارده. الجزء الاكبر هو الشغل الهاند ميد اللي بيمثل التطريز اللي بتعمل منه التوب المرأة الفلسطينية، وتطويع الغرزة الفلسطينية دي لعمل كل حاجة ممكن تمثل الهوية الفلسطينية. تمام. زي الشنطة اللي في ايدي، زي علبة المجوهرات، حاجات بسيطة للبس في الايد، حزازات بتتلبس في الايد. تمام. والجزء الاخر هو الكوفية والخريطة وتشكيل اكسسوارات وحاجات تتلبس في الايد او ميداليات. شايفين محفظة كمان اهو يعني. وفي طبعا محفظة كلها تطريز وبرضه علامات الكوفية، يعني شايلة الرمزين. تمام، ده تطريز كله هاند ميد يعني. أيوة، مفيش اي حاجة استخدام الوان. لا لا لا، والخيوط دي بتستمر ابيض سنين وسنين. تمام. ايه المنتجات التانية الموجودة مع حضرتك؟ في عندنا مثلا التوب الفلسطيني. ده التوب الفلسطيني الاساسي، ده شكله كده من قدامه الكمام، وده شكله من ورا. احنا حتى الثقافة الفلسطينية والمصرية فيها يعني من بعضها، احنا عندنا بعض الاماكن هنا في مصر وبعض المناطق بيلبسوا التوب ده يعني. ايوه عندنا، ما احنا قدامنا العريش وبير العبد هم، بس في فرق في الغرزة بين الغرزة الفلسطينية والغرزة العريشية، وموجود هنا احنا عارضينه برضه. دي الغرزة الفلسطينية، الغرزة ضيقة جدا وصغيرة. دي الغرزة السيناوي، اوسع شويه من دي. يعني بس الغرزه السيناوي اوسع من الغرزه الفلسطيني، بس هو احنا بيننا خط. طبعا. بس تمام. فقط. تمام. ايه المنتجات الثانيه برضو اللي معانا؟ احنا شفنا منتجات هنا طبعا يعني ملابس، وشفنا حاجات اكسسوارات بسيطه قارص يعني صغيره. ايه المنتجات اللي احنا نشوفها؟ في برضو تعبير عن الهوية بالخريطة، بقطعة تحفة تتحط في البيت زي الساعة دي. وصلنا مؤخرا، وده جهد مصري، ان الفانوس بنكهة فلسطينية. تمام. قدس عربية. وبرضو ده فانوس بصورة قبة الصخرة من كل الجهات. تمام. يعني الجناح الحقيقة شامل كل المنتجات يعني، ولكن بالطابع الفلسطيني. احنا في الاخر بندور على كل ما هو ممكن يعبر عن الهوية، حتى لو كانت حاجة مصنعة تصنيع مكن زي الساعة دي. انا ما بعرضش ساعة، انا بعرض الصورة قبة الصخرة اللي فيها بس. تمام. ما يهمنيش الساعة نفسها. يعني بصراحة يعني المنتجات اللي احنا شايفينها محتاجة حلقات وحلقات، ولكن بالتأكيد يعني بنحاول نستعرضها بشكل سريع. شايفين كمان مصلية، سجادة يعني. ايوه، سجادة الصلاة برضو، مصلية كمان، وشنط الصخرة، والشنط فيها تطريز، والشنطة الابيض في اسود دي برضو علامات الكوفية وتطريز، ففيها رمزين في نفس الوقت. كل التوفيق يا فندم، ومشرفنا ومشرفنا كل اهالينا واخواتنا في فلسطين. بالتاكيد منورين مصر، بيتهم يعني وبيتهم التاني بالتاكيد. وكل التوفيق لحضراتكم. شكرا. شكرا لكم.